جوز كلام. لك هف بقى، شو هالعجقة هاي اليوم؟ صرنا نص ساعة طالعين من البيت ولهلأ ما وصلنا لراس الشارع. طول بالك حبيبي. لكن ما بعرف الواحد بهالبلد وين بده يجيب طولة البال بقى. هو لولا الحواجز كنا مشينا أسرع. يلا ما ضل شي لنوصل هالحاجز، ومن قطعنا هذا الحاجز بصير الطريق أسهل. لك الشارع كله قد النتفي، محرزة ثلاث حواجز. طول بالك أبو فاكر، شو بنا؟ كأنك أول مرة بتطلع بالشارع؟ مو أول مرة، بس أحيانا بحس صبري خلص 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 خلص، ما عاد عندي صبر، نفذ. ييه شو بك اليوم؟ والله بعرف بالك أطول من هيك. شرفي مشان تكمل، العسكر اللي على الحاجز روسي، عدت فاهمي معه. معك قاموس؟ لا أيو، مو روسي. لكن بلا، مبين من شكله. إيه بس بدلته مو روسية، لأنه الروس لبسهم العسكري مميز. بلا مزبوط، هذا لابس مثل الجماعة اللي هون تبعات حماة الدياري. أبو فاكر، مو وقت المسخرة ليقوم حدا يسمعك، بس بتعرف بجوز يكون إيراني أو لبناني. ما بظن لبناني، لأنه مو حاطط عصبي على جبينه. يلا امشي، صار دورنا. شلون بدي أحكي معه؟ أنت احكي عربي ومنشوف. يعطيك العافية. الله يعافيك. اعطيني الهوية. يلا حرك. لك يسعد الله، طلع محلي. يعني نحن قعدنا نتحذر شو جنسيته، ما اجى ببالنا انه يكون سوري يا حبيبي. ايه بس الحمد لله طلع سوري. ايه والله بتقهر لو طلع روسي ولا ايراني. يا حزرتي، كنا منطق الحاجز ومنظره، صرنا ننبسط اذا كان العسكري اللي على الحاجز سوري مو اجنبي. هزولات جوز كلامه.